شبه رجلك وليه؟ شبه رجلها هاي؟ شو شبهها؟ ما انت مبارح ضربت على اجرها وفكشت لها اياها وصدعتها. ليه صدعتي اجرك؟ اه؟ ما 100 مرة فهمتك لا تنزلي على الحارة وتلعبي؟ تفضلوا تفضلوا شباب تفضلوا. زويا ولك زويا انت واخواتي خذوا الغراب. عوام يلا مطيعة مطيعة. لك وينك انت وينك؟ مطيعة قومي قومي. شو اجوا؟ لا هدول غيرهم هدول. شحار عليك يا ابو زويا، منين نطعميهم كلهم؟ لك ولا يهمك شبك، انا ابو زويا انا ولا يهمك. يلا هلا اتركي لي هالفصعون من ايدك قومي على المطبخ. لك العمى بعيونك العمى، شو بدك تقضي طفولتك انت عنونيه؟ شو عم تطعمي هذا؟ شو عم تطعمي؟ شو بدي طعمي يا حسره غير صحن البرغل عند الصبح؟ ايه يلا يلا قومي قومي. اهلا اهلا بالشباب. اهلا اهلا استاذ احمد. اهلا سلمك. تفضلوا امي. تفضل تفضل امي. اهلا اهلا بش... لك تعي ولي تعي تعي لشو؟ وين ستك ولي؟ بالمطبخ. روحي نادي لنشوف. يلا اهلا اهلا بالشباب. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا هلا اهلا وسهلا. خير يا ابني؟ شو في؟ يخلي لي اياكي سعدي مطيعه وجهزوا لنا لقمه غدا مرتبه. ها شو هاد يا استاذ؟ ايه عندك قاعده هون بتجنن. طبعا 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 لسه الفئه الصبح وهالزريعات شغلي هدول شغلي. جو شاعري بجنن. ما من طيبك تكتب حلو استاذ. شكرا شكرا يا استاذ صفوان شكرا. على كل حال ندخل بالموضوع مباشره. انا طبعا راح اقرا المواد وبعدين نقحهم مزبوط، ثم بعدين بنعمل جلسه ثانيه وضروريه هي الجلسه الثانيه لمناقشه الامور وتطوراتها، وان شاء الله بيمشي الحال وخلال فتره قصيره اكيد راح ينشروا. يعني كيف؟ انا بايدي راح اخذ المواد على الشام وخليها تنشر. اصحابنا كثير هنيك مثل الكشك. الله يطولنا بعمرك يا استاذ نشوان. شو وينك يا ابو زويا؟ اهلا 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 بالاساتذه. اهلا باهل الادب والفكر. يا اهلا استاذ اسحاق. كيفك يا استاذ؟ تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا تفضلوا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بعتقد بتعرفوا بعض ما هيك؟ ولو مو الشباب اللي كانوا معك بالقهوة؟ تمام هن بذاتهم. يا اهلا وسهلا اهلا بكم. اهلا باهل الادب. اهلا. شو وين الاستاذ عبد الباسط؟ بيني وبينها شاف صيدي بتستاهل. شو شو الحكي بدك؟ ايه شبه شو بدك؟ روحي لعن ابوكي بنت الكلب. انا تفضل تفضل عن اسمكم لحظه بس. تفضل خذ راحتك. يا اهلا وسهلا. شو امي ليش ما عندنا خبز؟ يا ابني ما صار لي اخبز الصبح، قلت باجلها للعصر، بعدين ما عندي خبر انك عامل عزيمه. طيب ليش ما قلتي لها؟ انا امبارح ما قلت لك اني عازم الشباب؟ والله راح عن بالي وانشغلت بهالصغير. انشغلتي بهالصغير؟ لك ايش ما عندنا غير هالمسخ. ها اسفين يا شباب ما تكون قطعنا عليكم الحديث. ها لا ولو استاذ، بالعكس انتوا بتساعدونا بالراي. حول شو؟ حول القصه اللي معنا. اطلع عليها الاستاذ نشوان وراح ينقحها هلا مشان النشر. هاي الجلسه الاولى يعني. منيح بتي تاخذ لنا لسه ثلاث اربع جلسات. ثلاث اربع جلسات؟ هي إذا ما مدت أكتر. وليش كل هالشي بقى؟ بدك تقول حسب المادة. إيه بس باعتقادي إنه المادة قوية. سكين وقعوا. المادة قوية والصيدة بتستاهل. هلا شو بدي أساوي عند الضيوف؟ شو بدي أساوي؟ معلش يا ابني، هلا بنجيب خبز من عند الجيران. ماما ما عندنا غير هالبصلتين. كمان بصل ما في؟ لك شو رأيكم؟ شو في؟ طول بالك. اهلا اهلا بالشباب. اهلا 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 برجال الادب والفكر. اهلا اهلا يا ابو زويا. اهلا اهلا طول زكي. اهلا اهلا. يا ابو زويا اي متى رح تذبح لنا هالديك؟ الديك؟ لا والله ما صبتت معك، كل شيء الا الديك. دخيله شو هالديك يعني؟ اسم على الفاضي. ذبحوا ما منه نفع ذبحوا. هاد ما منه نفع. ها عينك تشوفه الصبح وقت يبدا ينغم ووقت هيك ينفش الريشات لوحة يا أخي مثل الصقر. ديكي الله الله على هالطمرة الله ما شاء الله.
ملا طلّي.